تتجول هذه الفرقة الغنائية المؤلفة من أطفال سوريين داخل مخيمات اللجوء، حيث يؤدي أعضاؤها أغنية حول أهمية التلقيح للوقاية من أمراض قد تسبب العجز أو الإعاقة أو الوفاة، عمل يندرج ضمن أنشطة تثقيفية تنظم داخل المخيمات بهدف توعية اللاجئين بأهمية التلقيح كوسيلة لإنقاذ حياة الأطفال. قبل 24 ساعة من كل حملة يعني بقلب كل مخيم في فرق بتعمل إعلان لهيدا الحملة التلقيح عبر الحكوات، عبر كورال، عبر مسرح دمى. فالفكرة كانت موضوع أنه من خلال هول الوسائل منوجه رسائل بالنسبة للعمر، بالنسبة لأنواع التلقيح، بالنسبة لكل شيء بدنا نوصله. في لبنان تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونيسف وشركاء محليين حملتها بالتلقيح ضد شلل الأطفال لحماية ما يقارب من 190 ألف طفل سوري لاجئ دون سن الخامسة من مرض شلل الأطفال. لحد الآن ما بين عندنا حالات بوليو مايلايتس، وكأن عم نردع هالمريض هالمرض إنه يهاجمنا، من كان خصوصي من شلل الأطفال أو خصوصي بشغلتها، وهذا الهدف من الحملة. وإضافة إلى الفرق المتنقلة في التجمعات غير الشرعية في جميع أنحاء لبنان، تستقبل المراكز الطبية المتواجدة في محيط هذه المخيمات كل شهر الأطفال السوريين لتوفير الرعاية الصحية الأولية المجانية، بما في ذلك الحصول على اللقاحات والفحوصات الأساسية التي هم بأمس الحاجة إليها. يعد التحصين أحد أنجح التدخلات الطبية التي تجنب 2 مليون إلى 3 ملايين وفاة حول العالم، والتي تقي الجميع صغاراً وكباراً من الإصابة بأمراض مهددة للحياة. ولذلك كان من الطبيعي أن يكون شعار الأسبوع العالمي اللقاحات للجميع. ميثم قصير، التلفزيون العربي، من مخيم للاجئين السوريين في زحله.